إنبو الفهم لا أدي أنت هذا ما شاف هذا وحي أبو سمان وجب اللام بيتاجر سي وحي رحويني هؤلاء هذا نمحي تاجر سي يا كونفر قلب بان ربا وحي قبل الله هم ذو كسوة جيدة أهما بقير يا حوا الله أنا محيط تاقر سيهين هرش بيلا إيو قل مذوك سوما حلو قصة إيسان رون طيوه إيه وحر البهانتي ورسنقلي إيساق أنا محيط تاقر سيهين سمايل لان هرتك انتي سكالارا إيا قيبها برقدر إيا در خلانا إيا شخال كلانا وحيط تاقر سيهين بطلة وحيان كتقو ومتك إنا قرصنا يوانو نهفي حديثك كوباد حديثك أبو هريرة قصو مرتين وي كنت ضواب بقول سيديتني يكو تد كتابك بها إيسا أبو هريرة النبي وحكور عليه الصلاة والسلام إنو صوبنه عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الحديث إلهي سبحانه وتعالى هذا مخلوق تهين وذ بن آدم يبشر تهين صدح بو إلهي خالد كيها يسمي مد كوبات إلهي كلي إلهي عابد هنا أشرقي لنا وقضب الله هذا إلهي عابد اللوين الضماتين معبود الأرض عابد مد الله بعد يان لو شريجير المخلوقات يؤون إيه ملك إيه الرسول إيه أدون الكله يعني إلهي وحلا له ذا جنين حق إلهي وخاص كي جون ذا آدم كله يان الله سينين قلب كصدحات وأن تعتصم بالله جميعا ولا تفرقوا كتابك الله وذا قبصدا إدنكم مدأ مدوبة من مذا إلى عليا إسكو دوبنانتا أولي الدير كيد النقضة تفرارق يكلتق إسكا إلالي وحامرك واجبة قضب كاسا هدى أن ربا إنان براروجي إنان كم دونون متك أهانو عباداتك وحواجبة إنان كم دونون متك أهانو عقيدة هي التوحيد كي إيمانك وحواجبة إنان كم دون سياسة دي النظام كدولي قائع الدونك كتشرة أنت الله مدين كرو مسلمين تا عبادة دو ذي الدين كرو وإن الله مديو أنت اللي سكيني كرو دعو عقيدة دو ذي التوحيد كرو ذي إيمان إيمان كرو ذن وإن الله سمي وواجب ما ملك كرو ذي التلاو ذا سياسة ذات أنت الله مدين كرو إن الله مدين وواجب ولذلك وحي المسلمين تي علماء دو كو إجماعان إذا الكرو تكون راعين إن مسلمين تي أي سيالان كرين هل ما حوين وحكا بضان هل مدحوين وحكا بضان كنت يدور كاد دولة دود يوحى إسلام شيكتور نوحى لدون إيا هل مدحوين إنو أطليو إجماع وحى سوقوري إمام كنا أبو عبد الله الشافعي محمد إدريس الهاشمي بسوقوري المطلبي السيقى سوقوري الرسالة كسوقوري وذا دي اللي قرن قابا سوقوري هو كدن بيا سوقوري ومسألة عن مرن قلين بعض أهل البدع يا قرني شنات خلاف كيني وبهضي مسلمين نقضة ما لقوت باقلي كوا وركو ديس كدا علماء المسلمين تا اي صحابة يا تابعين يا أطباع التابع علمي قوت الدحلي سوق ورشي باكو كو عدي مسلمين تو وإن يشان هل مدحويني هل كان مدحوينينا هدوسن كتابك ربك إنه حكومي محي النقر مهيو إلهي بايلي واعتصموا واعتصموا بس لما دين عليه بحبل الله جميعا مذوبة وهكلا التجين اللي قمت دين وأين هذا كتاب ربي يكون مذودان حديث كذا هاي زين وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا حديث كيف صحيح قرن إنسان أدون لقى قرقرا أو تمقون عليه أو صنبق أفسن هدو طلضة إذين قبته لكن كتاب ربي إذن كحكومة النبي قوله قان سببه ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله دولة مسلم كشرعية وحي كقاضن إيسا وحي نغو حكومة إيسو إي شرعية دو كقاضن ميسو جمعية دو قرما كرد حيس دين ورقا إسكي إلالي
ninkan waa nabadoon waa odayga reerka muxuu ku yahay waa inaad tidhaahdaan diinku nagu maamulaa kitaabka rabbigay buu ogol yahay shareecadu nagu maamulaa wuxuu garan waayo culimmadu u geeyaa wuxuu yaqaan isaga noo kala tuura laakiin haddayta waxaa noo soo magacaabay madaxweyne hebel aa meel uu kala tegay maa aqaama fiikum kitaab allah ummadda midnimadeedu waa shay muqadas ah waa shay diineed waa waajib diineed waa daruuriya sharciya waa daruura ijtimaaciya caqliya bashariya ummad qaybsantay waxba noqon mayso 2007 waagan ka qaylihayd in lahaa iska daa haddaan muslimiin kale isu keeni weynay inteena yartee soomaalida lama qaybin kartaan bad ila yaabaysay hawsha iska ilaaliya haga qayb dalabatul cilmaatiin mustaqbalka culimmadoodi baa tihiin mustaqbalka culimmada noqon lahayd baa tihiin culimmada mustaqbalka noqon lahayd soo bixi lahayd ummadda hoggaamin lahayd baa tihiin iska ilaaliya ummadda tafaraaruqeeda kala jabkeeda kala taggeeda laa diinan walaa dunyan ha ka qayb qaadanina ha ka talinina hormuud ha u noqonina maamul goboleediyaha jira ha ictiraafina ha ogolaanina laga bilaabo jubbaland ilaa hargeysaland lama ogolo waa baatil sharci ma aha hawsha iska ilaaliya haddii dad caama iyo culimo aafaysan la dagay idinkiyaan laydin dagin shaydaan yuusa idin dagin ummadda muslimka waxa kala jabinaya waa gaalo gaala qaybinaysa dan soomaaliyeed ma aha arrin diineed ma aha mid ijtimaaci ma aha mid bulsho ma aha waa mid mustaqbalkiina lagu baabi'inayo jiritaankiina lagu baabi'inayo idinka jiritaankiina iyo taariikhdiina lagu baabi'inayaa waagii u dambeysay waxay gaadhay garowe in dad Soomaali laga tarxiilo la yiraahdo waa ajaanib oo xamar lagu daadiyo waxay gaadhay in laga ururiyo Hargeysa oo lagu daadiyo walaweyn iyo Kismaayo waa ajaanib waxay gaadhay Muqdisho intii laga tarxiilay Itoobiya loo dhuliyo waa ajnabi xagga u socotaan markaasad kala saxabaynaysaan iska ilaaliya lama taageeri karo waa diin xumo mana banaano Soomaali hawsha way ugu dhibsatay laakiin deyn ma hayo intan noolahay laakiin mar aan markan ahayn bad ogaan doontaan waxaan ka qaylayo wuxuu ahaa iyo inuu xumaay inuu sa markaas garan doontaan oday Soomaali baa la yiri duq Soomaaliyeed baa nabadoon loo magacaabay aman galaba oo meel imtixaan ka socda galabkii baa weyl baa dheri madaxa la gashay nabadoon oo kale xukun baa leeyahay hawshu waa tan waa xaajo la garan lahayay wuxuu weysha gowraca intaa surka agooya dherigii madaxa weysha isku haray waxaa leeyahay weli weyshana dhimata dherigina waa kan maxaa sameeyay dherigina jabiyay way jabiyeen marka dherigina jabiyeen weyshana gowraceen iyo odayga nabadoonka mirad isla rogay wuu ooyay maxaa jira leedahay inuu weesha gowracadaan na yiri gowraca weesha dhergana jabiye amarkaadi un baanu yeelay maxaan bayna yiraahdeen bulshadii iyo caamada xukumaayay tolki wuxuu waxaan la ooyahay maanta haday tiyaal igu timaado reerka ninka u talin laha ma reerka garan waayay iqaban waayay markan weesha gowraca laha garan waayay ma hada weesha di la gowraco madaxu wuxuu ku harayaa dhariga hadhow dhariga waa la jabinay nabadon mawaalanta ay dhihi waayay ee qaban waayay reerkan wuxuu yiri maalinkan dhinto cidii u talin lahayd iyo say u sii jiri lahaayeen yaa ka walbahaarsan oo ka ooyahayaa buu odayga meed faanta wuxuu jeeday nin walba garanayo maankiisu dool yahay haddii weyl madaxa ay la gasho kildi ama dheri in si kale loo xaliyo mooyee in aan la xalin karin hal weysha ka qiyam badan dheriga halka hadii la waayo maxay noqon lahayd in la yiraahdo dheriga jabiya laakiin weesha ka bilaabo gowraca surkeeda markuu ku haro dherigana dheriga hadana bafasna ka siiya waa waxa Soomaaliya ka taagan waxa u sacabaynaysaan waa waxa taageeraysaan waxa la digi dam leedihiin
إنما هو الفهم لا أدي أنت هذا ما يشوف هذا وحي أبو سمان وجب اللام بيتاجر سي وحي رحويني هؤلاء هذا أنا محي تاجر سي يا كونفر قلب بان ربا وحي قبل الله هم ذو كسو تشيدا هم بقدر يا حوا الله أنا محي تاجر سيين هرش بيلا يو قل مذوك سوما هذا قصة إنسان رنتي وي ويحر البهنتي ورسنجلي إساغنا محيط تاقر سي سمالي اللان هارتك انتي سكالانا إيا قيبها برقدر إيا در كالانا إيا شخال كالانا وحيط تاقر سي بطلا ويحر أن كتا ومتك إنا قرصانا إيا وانو هفاي إلا بريان لسدين ماي وحبان كتا قبل آيدي بلاي سومالي قيبنيس تكتيلان بايدمن تكتيلان ايودو حوك بالو هيستا ويدن دامي لهيد لانو شن بقولو سنه غوميستي هيستن باولي نايست كو كل ميش لا كينا وا ان كل بني نيمن غوميستا ما تلا و اس دامان موييد ايغا كلا خير بدن او اس دامان موييني فرعون كي هدا كتغي بان اوغو درا ككله هذا جوع دامه أو يوم دكوا يرنستي لكن كل جود بوان منو المثلة نك أدي سوا كتلي سامو تام سما خلاصه إسك إلالي وحنوتشي هذا مثال ككوا ذا إذنكم سيد نحفر ليه توحيد الدين يوناك برانية هذا نحمان تاسي قلبها كتاجرنا أمضى كبد بادي أوجد جا سماليا من نماديه وحمر لجرين كرماء دينياً بان مرن لوغ جرين كرين ضدني بان مرن لوغ جرين كرين مستقبل يا آياتين بان مرن لوغ جرين كرين نين والبو ظلمي غام مانت كتشي رسوماريا تاغيرانا كيو آيو عرض سكار كدوانا أنا إذن إيدي اسكي إلالية قضب كاسي وقضب أن ربينا إنا برارو قضب كالله